من أجل الحفاظ على حياتك وحياة الآخرين من فيروس كورونا. نصائح وإرشادات لمواجهة فيروس كورونا. إعداد رزقار كريم. تجنب السفر أو الذهاب للنزهة. تجنب الأماكن المكتظة أو المزدحمة بالسكان. الحفاظ على مسافة مناسبة بينك وبين الآخرين. غسل اليدين بانتظام بالصابون والمطهرات. الحفاظ على نظافة البيت والأماكن العامة. تجنب المصافحة والقبلات والأحضان. المكوث في البيت وعدم الخروج منه إلا عند الضرورة. تغطية الأنف والفم بالمناديل الورقية عند العطس أو السعال، ثم التخلص منها مباشرة. لا تلمس العين أو الأنف أو الفم إلا بعد غسل اليدين بالماء والصابون. تجنب البصق في الأماكن العامة والطرقات. استخدم الكمامة والقفازة البلاستيكية عند إطعام الحيوانات الأليفة. رعاية الأشخاص المسنين. تأكد من طهي الطعام جيداً وخاصة اللحوم والبيض. استخدم الكمامة في حالة الإصابة بالبرد والأنفلونزا. غرس الإيمان والثقة في القلب بتخطي هذه المرحلة ومجيء غد مشرق. التعاون ومد يد المساعدة فيما بيننا للقضاء على فيروس كورونا.